في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نقدم لكم الآن تردد قناة MBC أكشن على كافة الأقمار الصناعية، حيث يعتبر من أبرز القنوات التي تتواجد ضمن مجموعة قنوات MBC السعودية، وقد استطاعت القناة أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من المتابعين والمشاهدين وعشاق أفلام الأكشن والبرامج المتنوعة التي تقدمها القناة، وتقوم القناة بعرض كافة الأفلام بصورة مستمرة على مدار 24 ساعة مترجمة إلى اللغة العربية، وتحرص القناة أن تصل إلى كل الكثير من المتابعين والعشاق لأفلام الأكشن، وتقدم القناة محتوى فريد من نوعه ومميز. وتعتبر قناة MBC أكشن من أهم القنوات المتواجدة في مجموعة قنوات MBC، وتقوم القناة بعرض المحتوى المتميز، وتعمل القناة على تقديم العديد من البرامج المختلفة، ومن أشهر تلك البرامج برنامج دريفن، وبرنامج أكشن يا دوري، وبرنامج رو، وهو أحد أقوى برامج المصارعة الحرة في الوطن العربي. والآن مع ترددات قناة MBC أكشن بالتفصيل. التردد الأول، القمر الصناعي نالسات التردد 11476، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. التردد الثاني، القمر الصناعي نالسات التردد 11470، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. التردد الثالث، القمر الصناعي عرب سات التردد 12284، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. التردد الرابع، القمر الصناعي عرب سات التردد 11270، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.